الغاية التعليمية إنه الطلاب الهندسة المدنية يصير في عليهم تجارب يمارسوها وينفذوها عمليا، وهذا الأمر الحمد لله يعني تم من خلال مادة مواد البناء. والغاية الثانية واللي هلا هو ضبط جودة المواد البناء وحتى ضبط جودة التنفيذ. مستقبلي انه هي اعاده تدوير المواد الركام من المباني المتهدمه، المباني اللي صار لها قصف كذا، هذا كله هلا بدل ما نروح يعني نكتلف بايجاد الحصويات ونجلبها من اماكن بعيده، فهي الحصويات بصراحه موجوده، هي المباني نفسها يتم اعاده تدويرها.